يا حبيبي يا دلوقتي احنا عندنا مناظره ما بين محمد علي باشا والسلطان حسن عشان نعرف مين هو نمبر 1. يا سلطان السلاطين، الكلام على ايه؟ هي الساعه 12 فانت بتوفر ثينك دلوقتي بقى صح؟ لا بجد، قول لي احساسك كده لما تقف على مسجدك وتشوف مسجدي، ما بيصعبش عليك مجهودك ده كله؟ انت مين ضحك عليك وقال لك كده؟ اتكلم على قدك يابا، في ايه؟ انت مسجدك ده ما جيش بابا في مسجدي اصلا. شايف المسجد بتاعي عظمه ويتشاف من كل حته وحاجه كده كباره. احنا هنضحك على بعض ولا ايه؟ كل الحاجات اللي انت عاملها دي انا عارف وانت عارف ان احنا بتعملها منظره قدام السلاطين صحابك، انما شايف انت المسجد بتاعي حاجه كده تدخل القلب وقريبه من الناس، مش الرميه اللي انت رميها في البرد فوق. اصلي فوق انا ازاي طيب ولا فاهم؟ ده انا هكسل يا جدع. رميت ايه يا ابني؟ ده حاجه وسط الكومباوند، قصدي القلعه، حاجه كده تليق بمقام المدارس والقصور والدواوين اللي بنيتها. مش قلت لك بنيتها على ما فيش؟ اسمع يا ابو اسماعيل، المسجد العظمه بتاعي بيجمع بين الاربع مذاهب السنه، وهو يصلح اللي الشيعة غيرته. مدرسه تلاقي، مستشفى تلاقي، كتاب تلاقي، ترابيزات بلياردو تلاقي، بنج تلاقي، حاجه كده فول اوبشن كامله من المجاميع. بعدين انت هتقارن الرجاله بتوعي بشويه الناس اللي بنوا لك مسجدك ولا ايه؟ انا قلت لهم حاجه واحده طلعت العظمه دي، I want something impressive. That's it. بس كده. عظمه عظمه يعني؟ اعظم من شويه القبب بتوعي؟ شويه قبب ايه؟ ده ما حدش يعرف يعمل زيه لا في العماره ولا في الضخامه ولا في التفاصيل. انا بنيته في العصر العثماني. طب انا بنيته في العصر المملوكي. طب انا مسجدي شكله عثماني برضه. وانا مسجدي ايوان. طب انا مزينه بخط فارسي. وانا بالكوفي وبتاعي شكله احلى يا اسطى. ما انا برضو ما كانش ينفع ابني على طول من غير ما اشوف مسجده. هنختلف على كبر سلطان، ده احنا اخرنا متر ونص في متر ونص. على رايك والله. عشان كده عملت لي حته تدفن فيها بعد ما اموت، ما مش هتساب له واحد. غبي غبي، عايز تدفن تعملها جوه المسجد، ما كده ما حدش هيصلي فيه. ايه ده بجد؟ اتفرج وتعلم العظمه، ده الضريح بتاعي في مكان منفصل عن المسجد عشان فقهيا ما ينفعش تصلي في مكان فيه قبر. بتضحك على ايه؟ اصلك غلبان، كنت فاكر هيلحقوا يدفنوك فيه بس ما لقوش جثتك. بس مسجدك ما فيهوش كميه القباب اللي عندي، ما فيهاش كلام دي. قباب ايه يا ابني؟ انت عندك قبه مركزيه وشويه قبب كده حواليها ولا كانها حنه خالتك. كده المناظره خلصت وعرفنا مين هو نمبر 1. لو انتوا كمان عرفتوا قولوا لنا رايكم. مين اللي كتب الكلام ده؟ خلينا نتكلم جد بقى شوية دلوقتي. هنقارن ما بين مسجد محمد علي ومسجد السلطان حسن في كم حاجة كده. أولا سبب البنى والعصر اللي اتبنى فيه، نوع الأضرحة، الهيئة المعمارية، الخط المستخدم في التزيين، والهدف وراء بناء المسجد. خلينا نبدأ بمسجد محمد علي. محمد علي كان عايز مسجد يشرف على كل اللي بناه زي المدارس والقصور والدواوين. مسجد محمد علي كمان كان فيه مدفن. المسجد جوه أسوار القلعة بيطل على القاهرة كلها، حاجة كده زي الكومباوند. مسجد محمد علي اتبنى في العصر العثماني ونوعه كمان عثماني. ضريح مسجد محمد علي اتبنى على أساس أنه جزء من القاعة المخصصة للصلاة، وفقهيا لا تصح الصلاة بالمسجد بسبب وجود الضريح في نفس مكان الصلاة. في
فوق مسجد محمد علي في قبة مركزية محاطة بقباب أصغر منها في الحجم، والقباب دي مرفوعة على قواعد مثلثية. محمد علي استخدم في تزيين مسجده الخط الفارسي، والهدف وراء بناء مسجد محمد علي كان الصلاة. أما مسجد السلطان حسن كان في مدرسة بتدرس الأربع مذاهب، الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، عشان تحل محل المدارس الفاطمية. مسجد مفيش زيه في فن العمارة والضخامة ودقة التفاصيل. المسجد موجود في وسط سكن الشعب عشان يكون خدمة ليهم. مسجد السلطان حسن اتبنى في العصر المملوكي ونوع إيوان، عكس مسجد محمد علي. مسجد السلطان حسن الضريح بتاعه في غرفة منفصلة عن قاعة الصلاة، ففقهيا تصح الصلاة بالمسجد بسبب فصل مكان الضريح عن مكان الصلاة. مسجد السلطان حسن فوقيه قبة واحدة فوق الضريح مرفوعة على قواعد اسمها المقرنصات. السلطان حسن استخدم الخط الكوفي في تزيين مسجده، وهدفه من وراء المسجد ده ان هو يكون كتاب ومستشفى وسبيل ومسجد.